بيانات ومواقف محلية ودولية داعمة للشرعية ترفض بيان الانتقال. هل ترك الانتقال وحيداً؟ أم أنها مجرد بيانات للتناول السياسي ولن تغير من واقع الأمر شيئاً؟ أهلاً بكم. منذ إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية قبل 3 أيام، لم تتوقف ردود الفعل المحلية والدولية الرافضة لهذا الإعلان ابتداء من المحافظات الجنوبية نفسها وسلطاتها المحلية وفعالياتها المدنية، ومرورا بالتحالف العربي والمبعوث الدولي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. ورغم كل هذه المواقف الرافضة لهذا الإعلان الذي بدا غير مستند لأي خلفية قانونية أو سند سياسي داخلي أو خارجي، إلا أن الحال ما يزال على ما كان عليه، حيث تسيطر ميليشيات المجلس الانتقالي على مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، وباتت تعقد اجتماعاتها في مبنى قيادة السلطة المحلية. فإلى أي مدى يمكن للحكومة الاستفادة من الإجماع الدولي والمحلي الرافض لتصعيد المجلس الانتقالي؟ وما الذي يشجع الانتقال على المضي في خطوات التصعيد بدون دعم خارجي معلن أو إجماع داخلي؟ مرت 3 أيام على إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ وفرض الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية. وفي أول تبرير لهذه الخطوة قال أحمد بن بريك أحد قيادات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات إن هذه الخطوة جاءت بعد أن دفعت مجاميع مأجورة للقيام بمظاهرات وحالة من الفوضى في محاولة لإثارة النهب والسلب داخل الأحياء حسب قوله. أعلنا حالة الطوارئ بعد أن دفعت مجاميع مأجورة للقيام بمظاهرات وحالة من الفوضى في محاولة لإثارة النهب والسلب. وبحسب بن بريك فإن الاحتجاجات التي شهدتها عدن خلال الأيام الماضية بسبب تردي الخدمات منذ سيطرة الانتقال على المدينة العام الماضي مؤامرة على المجلس من قبل الحكومة الشرعية وأحزاب موالية لها، لكن خطوة الانتقالي قوبلت برفض واسع من قبل قوى جنوبية أخرى. فالسلطات المحلية لكل من محافظات حضرموت ولحج والمهرة وسقطرى وأبين وشبوة أعلنت رفضها لهذه الخطوة بالإضافة لكثير من الفعاليات والمكونات الجنوبية. لم يتوقف الرفض على المستوى المحلي، فقد أعلنت الجهات الدولية المهتمة بالشأن اليمني رفضها للإعلان معتبرة إياه تعقيدا جديدا على مسار الأزمة اليمنية. جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتحالف دعم الشرعية والمبعوث الدولي لليمن عبروا عن رفضهم لخطوة الانتقالي. وقال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية في بيان له إن وحدة الأراضي اليمنية تعد حجر الزاوية في موقف الجامعة من الأزمة، وأن التقسيم والتفتيت ليس في صالح اليمن وشعبها. سيل من الاعتراضات المحلية والدولية الرافضة لإعلان الانتقالي يطرح التساؤل عن مدى قدرة السلطة الشرعية اليمنية على الاستفادة من هذا الدعم المحلي والدولي وإجبار المجلس الانتقالي على التراجع عن خطواته التصعيدية، أم أن ذلك كله سيظل مرهونا بموقف التحالف والسعودية على وجه التحديد. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا دكتور إبراهيم القعطبي محلل سياسي عبر سكايب من نيويورك، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. إذن مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، مساء لك ولضيوفك الكرام. أهلا بك وكل عام وأنت بخير، رمضان كريم أستاذ إبراهيم. إذا مجلس النواب، الحكومة، التحالف العربي، الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وتيارات وهيئات سياسية محلية ودولية ترفض بيان الانتقالي حول حالة الطوارئ أو ما سماه بحالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية، كيف تقرأ ذلك؟ هذا الأمور باتت واضحة بالنسبة للشعب اليمني وللقرارات الدولية وللإقليم والمجتمع الدولي بأن الوحدة اليمنية لن يفرط فيها، وأن الأراضي الجمهورية اليمنية تظل موحدة، وأنه لا خيار
حل سياسي في اليمن إلا من خلال وحدة اليمن وإقامة دولة فدرالية لكل اليمنيين. لا يستطيع لا المجتمع الدولي ولا المجتمع اليمني أن يتحمل مزيد من التشظي والميليشيات في الشمال والجنوب، فلذلك نحن أمام خيار كان يجب على الشرعية بعد كل هذا البيانات وكل هذا الدعم المحلي والخارجي والإقليمي أن تتخذ خطوة، والخطوة الصحيحة هو أن تقوم القوات المسلحة اليمنية لإنهاء هذه الحالة الميليشياوية في عدن كما فعلت قبل أن تضربها قوات الإمارات، ومن ثم لكل حادث حديث. لا يجب على الحكومة الشرعية أن تتوقف فقط بإصدار البيانات كما تصدر الأمم المتحدة. الحكومة الشرعية هي مسؤولة أمام شعبها. نعم، سنتحدث عن دور الشرعية، ولكن قبل ذلك أستاذ إبراهيم، المجتمع الدولي والإقليمي وهي نعم. قبل أن نتحدث عن ما الذي ممكن أن تقوم به الشرعية غير إصدار البيانات، دعنا نقف قليلا عند هذه البيانات، أو لما مدى واقعية هذه البيانات. تعلم يعني أن الكثير من القضايا تصدر لها البيانات هنا وهناك، ولكن حقيقة الأمر لا يوجد موقف حقيقي سوى ذلك البيان. المجتمع الدولي يعني صحيح أنه لا يستطيع يقدم أكثر من البيانات، لأنه من يجب عليها القيام بأي شيء على أرض الواقع هي الحكومة الشرعية. المجتمع الدولي من خلال البيانات على الأقل يعطي للحكومة الشرعية الدعم والضوء الأخضر للقيام بما يجب عليها القيام به. يعني المجتمع، هل ننتظر من المجتمع الدولي أن يرسل قوات لإعادة هادي ولديه قوات على الأرض؟ المفترض على الحكومة الشرعية هي من تقوم ما يجب القيام عليها على أرض الواقع، وإذا حصلت عرقلات أو أي تخريب أن ترفع ذلك للأمم المتحدة وتطلب المساعدة. لكن لا نستطيع أن نقول للمجتمع الدولي أن يقوم بما يجب أن يقوم عليه بعد أن يصدر كل الضوء الأخضر والبيانات للحكومة الشرعية. مشكلتنا منذ البداية هي من خلال هذه الحكومة الشرعية التي تنام في الرياض، والتي تم يعني اختزال قرارها وتم مصادرة قرارها السياسي والسيادي من قبل التحالف الإماراتي السعودي. مشكلتنا الحقيقية ليست فقط في الشرعية، وإنما بهؤلاء الحلفاء الذين يقولون أنهم أتوا من أجل استعادة الشرعية وهم يعملون بعكس ذلك. المشكلة التي نتحدث عليها اليوم في جنوب اليمن هي مشكلة من صناعة السعودية والإمارات، وهم من يتحملون يعني تبعاتها. اليوم الحكومة الشرعية أعطيت لها أكثر من 1000 فرصة، وهي لن تتقنص أحد إحدى تلك الفرص، أن تعود إلى الداخل، أن 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 تحرك قواتها المسلحة بإذن رئيس الجمهورية وليس بتنسيقا مع الإمارات والسعودية، لأن أهداف الإمارات والسعودية باتت واضحة. يعني هناك احتلال للجزر والموانئ اليمنية، وهناك قواعد عسكرية سعودية إماراتية لا تساعد الحكومة الشرعية، بل تمول الميليشيات التي تساعد على إسقاط الحكومة الشرعية. أين نحن من الحكومة الشرعية هذا التي أصبحت مديدجة بكثير من أعمدة الفساد والمرتزقة؟ فلذلك نحن أمام مشكلة حقيقية. السعودية والإمارات عرفت كيف تتصرف في الملف اليمني من خلال يعني السيطرة على الشرعية وعلى قرارها ودجدجتها بكثير من المرتزقة والعملاء، ومن ذلك أصبح الوضع كما هو حاصل ليس فقط في عدن وإنما في محافظات كثيرة، وعلى سبيل المثال تسليم الجوف للحوثيين. كل ذلك يأتي من ضمن يعني تآمر على اليمن يحاول يعني تقسيم اليمن إلى كنتونات مصالح للإمارات والسعودية وغيرها من الدول، وهذا ما يرفضه المجتمع اليمني والمجتمع الدولي. نعم أستاذ إبراهيم، يعني هل يعني أو هناك من يقول بأن بيان التحالف كان عائما وبلا ملامح، حيث دعا إلى العودة إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي، لكن يعني ما هو الذي كان ما قبل هذا الإعلان؟ أصلا الأمور لم تكن جيدة، ولم تكن الحكومة تسيطر على شيء، ولم يكن الوضع واضح حتى نقول العودة إليه. ما رأيك؟ بالنسبة لما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي، هو جزء من حلقة، هو حلقة من جزء من مسلسل يتم الإخراج له في الرياض وفي أبو ظبي. يعني هل يعقل أن هذا المجلس الذي تم تمويله وتصليحه من قبل السعودية والإمارات
أن يتم إبعاده أو العودة إلى ما قبل ما حدث من البيان الأخير. المشكلة هو ليس العودة إلى ما قبل البيان الأخير، المشكلة الحقيقة التي يجب أن نتحدث عنها هو أين استعادة الشرعية، أين مشروع استعادة الشرعية، أين التحالف الإمارات السعودي من هذا؟ هل يعمل حقيقة على استعادة الشرعية أو أنه يعمل ضد الشرعية؟ كل ما يحدث على الأرض يقول أن هذا التحالف يقوض الشرعية يوما تلو الآخر. اليوم نرى قوات للحكومة السعودية للنظام السعودي يسيطر على ميناء سقطرة، يعني الميناء الذي لم يكن فيه لا قوات لا حوثية ولا ميليشيات ولا غيرها. الميليشيات التي مونت الإمارات السعودية في سقطرة الآن تسقط الحكومة الشرعية، ومن ثم عندما تسقط أدوات الحكومة الشرعية ومؤسساتها يأتي التحالف الشرعي لبسط التحالف الإماراتي السعودي لبسط ما تبقى منها من إسقاط المواقع التي تتبع للحكومة الشرعية. هنا الحقيقة التي يجب أن يواجه الشعب اليمني، أن هذا التحالف هو أكبر عدو لليمنيين. هذا التحالف الذي قوض الحكومة الشرعية دمر اليمنيين، ضرب جيشهم، بنيتهم التحتية، يحاصرهم يوما تلو الآخر، يحاول تركيع الشعب اليمني من خلال إنشاء ميليشيات، من خلال السيطرة على أراضينا وعلى مواقعنا وعلى جثرنا. لا يوجد موقع حيوي هام في الجمهورية اليمنية لا يخضع للسيطرة الإماراتية السعودية. إذن هم أعداؤنا الحقيقيون، وهم من يجب أن نخاطبهم بشكل مباشر، إما أن يكونوا معنا أو يكونوا ضدنا. إلى حد الآن هم ضدنا، ضد مشروع الدولة الفيدرالية، ضد مشروع اليمن الموحد، ضد استعادة الحكومة الشرعية من خلال عرقلتها، من خلال مصادرة يعني كل مراكزها ومؤسساتها لصالح إما ميليشيات أو حتى لقيادة قوات التحالف الموجودة في عدن وكثير من مناطق اليمن، وبالذات وبالتحديد المناطق الجنوبية. نعم أستاذ إبراهيم، يعني ما هو مصير اتفاق الرياض بعد ما حدث؟ يعني المبعوث الأممي يعيدنا إلى اتفاق الرياض، التحالف أيضا، الحكومة، يعني الكل ما زال معول على هذا الاتفاق. هل يعني يمكن القول بأنه يمكن أن يبقى ساريا ذلك الاتفاق بعد ما حدث؟ اتفاق الرياض شأنه ومصيره مثل مصير اتفاق السلم والشراكة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. قلنا ونقول مرارا وتكرارا بأن كل الاتفاقيات هي حلقات من مسلسل لتقسيم اليمن ولإسقاط الشرعية ولإسقاط الجمهورية. كل هذا يعني لا يعقل أن يكون هذا الاتفاق الذي يسلم رقاب الشرعية للميليشيات من خلال يعني أخذ القوات والسلاح الثقيل من الحكومة الشرعية، وأن الحكومة الشرعية لا يجوز لها يعني التحرك بقواها وقواتها في المناطق التي كان يفترض أن تكون محررة إلا من خلال أوامر الإمارات والسعودية. نحن أمام مشهد معقد، أمام مشهد يعني تم الإعداد له بشكل متكامل. كل الاتفاقيات هي فقط غر الرماد على العيون، لا هي لا لسعادة الشرعية ولا لتثبيت الأمن والاستقرار ولا حتى لتقاسم السلطة. يعني ما يجري اليوم في عدن يعني رسالة واضحة، الوحيد الذي يتجول اليوم في شوارع عدن هو قائد القوات الإمارات والسعودية في عدن، وليس لا رئيس الوزراء اليمني ولا وزير يمني ولا غيره ولا حتى قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. من يسيطر اليوم على عدن بكل تلك الميليشيات، ومن حتى يختزل قرار الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي هو التحالف السعودي الإماراتي. نعم. هذا ما يحدث اليوم في عدن، وهذا ما يحدث في كل مناطق اليمن. ومشكلتنا ليست لا في الانتقالي ولا في غيرها، وإنما من أوجد تلك الأدوات ومن يمولها يوميا. يعني المجلس الانتقالي الجنوبي وكل قواته ممولة من التحالف العربي السعودي الإماراتي، السلاح يأتي من هناك. لو فقط وقفوا الدعم من الأموال والسلاح لهذه الميليشيات لا توقفت حتى عن التحرك، ولا يمكن القيام يعني بأي تحرك إلا من خلال المال والدعم الخليجي الذي تمول به هذه الميليشيات. تعرفين أنهم لا يجدهم لا مصادر دخل، لا قومية ولا من حق السلطة الشرعية ولا غيرها. نعم أستاذ إبراهيم، اسمح لنا أن ننضم معنا الأستاذ عبد الكريم السعدي، رئيس تجمع
القوى المدنية الجنوبية عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. أهلا، مساء النور، يا مرحبا، حياتنا لكم الضيوف. أهلا بك. هناك ردود فعل محلية ودولية وإقليمية كبيرة حول بيان الانتقالي وما أسماه بالإدارة الذاتية. من وجهة نظرك، هل تكفي كل هذه المواقف لفرملة نزق الانتقالي في الجنوب؟ في الحقيقة أن ما يحدث في الجنوب أكبر من أن نشبه للانتقالي. نعم. الانتقالي أضعف وأصغر، فهم زملاء لنا ورفاق لنا، ونحن نعرف إمكاناتهم، أضعف من أن تكون هذه الخطوات خطواتهم وأن يقدموا عليها وأن يفهموا حتى معنى الإدارة والذاتية. ما يحدث هو عمل أقليمي واضح جدا، أثبتته البيانات الهزيلة التي صدرت الآن من التحالف، وأثبتته المصاريف والمليارات التي تصرف على هذه الميليشيات، وأثبتته العجز الشرعية وانسحاباتها المتكررة بعد كل حسم تحدثه في عدن كدولة، كممثلة لدولة، كنواة لدولة، وانسحاباتها المفاجئة التي لا مبرر لها لا عسكريا ولا سياسيا، إلا أوامر تتلقاها هذه الشرعية. كل هذا إجمالا يثبت أو يوضح الطرف الحقيقي الذي يقف خلف ما يحدث في عدن وفي الجنوب. عدن والجنوب متفق عليها الإقليم، دول الإقليم، أن تبقى بؤرة مشتعلة حتى تنضج مشاريع الإقليم في اليمن. ونحن كيمنيين في الشمال والجنوب ندرك الحقيقة هذه، ولكن الغل اللي في قلوبنا لبعضنا البعض وخلافاتنا الداخلية الذاتية الهائفة التي توسعت هي من ترغمنا على أننا نستمتع بأن يستغفلنا الإقليم ويمارس علينا هذا السلوك وينتهك سيادتنا وكرامتنا وينتهك كل يعني حتى الشرف انتهكه. وهذا كله عايد على الصراعات الداخلية. ما يحدث في الجنوب يا سيدتي وأختي العزيزة هو عمل يصب في مصلحة دول الإقليم بالدرجة الرئيسية وعلى ضفافة أو على بقايا موايدة تعيش الأدوات أي إن كانت هذه الأدوات في الشمال أو في الجنوب، هي تنتظر فقط بقايا الموايد، بقايا موايد المتقاسمين الإقليميين، وبالتالي تنتظر بقايا هذه الموايد لضمان وجودها، وبعدين تسميه مسميات أن التواجد في الحل النهائي، التواجد في الحل، وكأننا بهم هم من يصنع الحل النهائي. الحل النهائي ليس بيد الأطراف في الداخل. أطراف الداخل اليوم للأسف الشديد في هذه المرحلة تمثل عار على اليمن شماله وجنوبه. نعم، إذن لأنها لا تمتلك قرارها بيدها، بل أصبحت أدوات وأدوات مطلقة مغمضة. ما مثل هذا البيان أستاذ عبد الكريم عن أسباب الانتخابات، ولا انتقالي يسأل عن أسباب. أنا أقدم مثلا الانتقالي يقدم اليوم على هذه الخطوة ليش لخدمة القضية الجنوبية، وهو يرفع علم القضية الجنوبية للإضرار بهذه القضية، إنما في الحقيقة هو قام بهذا الهدف أو بهذه الخطوة لضرب المتظاهرين الذين خرجوا يعبرون عن غضبهم وعن رفضهم للممارسات السيئة التي مارسها التحالف. والانتقالي قام بهذه الخطوة بإعاز البيان كتب في دولة الإمارات والسعودية موافقة على ما حصل في عدن، لأن هي الراعية وهي موجودة وقوتها موجودة والأسلحة تحركت. كيف تقبل السعودية ذلك أستاذ عبد الكريم، يعني أن تسجل نقطة يعني إخفاق جديدة بحقها؟ فهذا البيان يمثل آخر مسمار ربما يدق في نعش اتفاق الرياض، يعني ألا يعد الأمر مستهجنا أن تقبل السعودية بهكذا موقف؟ والله السعودية يبدو لي أنها هي كمان تعاني المشكلة، هي أمرها ليش بيدها، هي أداة لدول دولية أو المشاريع الدولية، وبالتالي ما هي تريد أن تحقق في هذا المضمار الصراع هذا ما يأمن لها حدودها، وهي اليوم هدفها ليس استعادة الشرعية. من يقول أن هدفها استعادة الشرعية؟ هدف السعودية اليوم تأمين حدودها وخلق قوى متناقضة متصارعة تبقي اليمن هذا الدولة ذات الإرث التاريخي ضعيفة، وتبقي حديقة خلفية ترمي فيها كل بلويها. ما عندها. إذن برأيك ما هي مخاطر استمرار ما يحدث، يعني هذا التصعيد في ظل يعني حاجة عدن للالتفات إليها بالخدمات وبالأمور الأكثر أهمية من هذه الصراعات البينية؟
خطورة ما يحدث أنها أولا تضرب النسيج الاجتماعي، وهذا ما لا نقدر على ترميمه ولو قضينا 100 عام. ثانيا تخلق يعني عراقيل أمام قيام الدولة، تخلق عراقيل أمام قيام الدولة، وتضعنا جميعا أمام يعني واقع ميليشياوي يعني متصارع لا ملامح له. اليوم ما يحصل في عدن والمناطق الجنوبية المحادية لعدن يؤكد أن هناك مشروع غير مشروع استعادة الدولة. استعادة الدولة مشروعها سهل جدا. استعادة الدولة أنك تجيب القيادة اللي في السعودية وتحطها في العاصمة عدن أو في حضرموت وتبني جيش وطني، أنت تكون مساند له فقط، الجيش الوطني هو اللي يقوم بمعركة بتحرير الشمال. هذه مختصر مفيد، ما تحتاج أكثر من كذا. لكن هذا العك اللي احنا فيه يوضح أننا احنا ما زلنا يعني مشروع تقاسم لم ينضج بعد. نعم، إذا التحالف يقول في بيانه أستاذ عبد الكريم بأنه نعبر عن ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها في العاصمة المؤقتة إثر الإعلان. ما الذي يعنيه بسابق وضعها؟ ما هو الوضع السابق لما يدور في عدن برأيك؟ التحالف لا يمتلك غير هذه العبارة وغير عبارة الاستغراب. هو مستغرب على طول ويطالب بعودة الأمور إلى في أحداث يناير 2018 نفس الموضوع. رجعوا للبيان تجدون نفس الموضوع، انه مستغرب ويريد اعاده الاوضاع الى ما قبل. ما عادت الاوضاع، مشت على ما كانت عليه واستمرت، وجاءت احداث اغسطس. وايضا برضو نفس الخطاب خرج انه يطالب بعوده الاوضاع الى ما هي عليه وعوده القوات على ما هي عليه. هل عادت القوات؟ هل عادت الاوضاع؟ ما عادت. واليوم نفس الموضوع. هذا خطاب مسجل موجود في الدرب، يعني بعد كل مصيبه يذبحوا فيها جماعه يمنيين يخرجوه وطرحونا على الطاولة. لا يغني ولا يشمل من جوع. نحن السؤال الآن ما هو دور الشرعية كدولة؟ نحن عندما نتحدث عن شرعية لا نتحدث عن أفراد ولا نتحدث عن أحزاب ولا نتحدث عن القوى المتصارعة في إطار هذه الشرعية التي استحدثت صراعها في ظل المعركة، ما رضيت تأجله إلا بعد المعركة. نحن نتحدث عن نواة الدولة. لماذا تنسحب الشرعية؟ لماذا انسحبت في أغسطس؟ لماذا انسحبت في أغسطس وهي مصدرة على 75%؟ لماذا لم تسأل السعودية لماذا تأمرونها بالانسحاب؟ اليوم انسحبت أيضا القوات من شغرة. لماذا لم تسأل؟ لماذا تريدون مننا الانسحاب؟ نحن نريد إجابة على الأسئلة هذه. ماذا يريد الإقليم؟ هل نجلس على طاولة واحدة؟ ماذا يريدون من اليمن؟ غير اقتطاع الأراضي وغير مس السيادة، نحن متفقين معهم. نحن ما عندنا مشكلة أن نتعاطى مع الإقليم وفق ما تتعاضى به الدول ووفقا للقوانين الدولية والأعراف الدولية، لكن أن تقتطع من بلدي لكي تعمل حدائق حولك وأماكن آمنة لك، مناطق آمنة لك، هذا الكلام ما بيقبل. حتى لو قبل به الجيل اليوم، الجيل الخايف، الجيل الفاشل، الجيل الخاين الذي يسيطر على المشهد اليوم في اليمن، لن تقبل به الأجيال القادمة. وعلى الأقليم أن يعلم أنه يزرع قنابل موقوتة للأجيال القادمة وأنه بيدفع الثمن غالي، لأن اليمن لن يظل خاضع طول العمر. هو سيأتي على هذا الجيل، سينتهي عمره الافتراضي ويذهب الجيل الخاين تافه هذا الذي يسيطر على المشهد اليوم، سواء في الانتقالي أو في الشرعية أو عند الحوثيين أو غيرهم من حراس الثورة وحراس الجمهورية. إذن وهم مغبرين حرشوا عائلتهم. نحن أمام جيل خايف تافه يلعب على كل الحبال. هذا الجيل سينتهي، سيدفع الثمن الأقليم إذا لم يقيم علاقات محترمة مع اليمن ومع شعب اليمن بالقيادات منتهية. وهم يعرفوا جيدا التاريخ ماذا حمل لهم، ماذا حمل لهم في عهد سالم ربيع علي. ما كانوا يناموا الجماعة في السعودية وفي الخليج. عليهم أن يعلموا أن هذا الوضع بيعود وبيعيده ليس المزاج ولكن الظلم المتراكم الذي يمارسه علينا اليوم وعلى شعب اليمن في الشمال والجنوب. نحن لدينا في الجنوب قضية استغلوها، وظفوها توظيف سيء جدا، وأخرجوا أسوأ خلاصة في الجنوب وكونوا منها المجلس الانتقالي ليعبث بهذه القضية، ليرمي يقتل حقيتها، يقتل استحقاقاتها، يقتل مشروعيتها. نعم. واليوم هو يمارس هذا الكلام. خرجوا بن بريك في خطابه الأول يقول نحن خارجين لأنه اتفاق الرياض تم اختراقه،
ولا انه الشعب في عدن جائع وفي الجنوب جائع، لن نسمح بجوع شعبنا. والخطاب الاخير اخر خطاب له بعد ما فاق من سكرته الاولى يتحدث عن انه هذا المظاهر الحركه قامت لضرب المتظاهرين. نحن امام اطفال يلعبوا يعبثوا لانهم يعرفون انه ما فيش حساب، وانه التحالف معطيهم الضوء الاخضر يعبثوا بالناس ويعبثوا بحياه الناس. نحن نراهن على ابناء شعبنا في الجنوب وفي الشمال، نراهن على الشرفاء، نراهن على الشباب، على الرجال بأن يخرجوا وبأن يرفضوا هذا الوضع، بأن يقولوا لا للباطل. إذا لم يخرجوا فلن تأتيهم النقدة من خارج الحدود. إذا لم يخرج الإنسان ليدافع عن كرامته وعن لقمة عيشه وعن عرضه وعن حقه، لن يأتي السعودي ولا الإماراتي ولا غيره من الدول ليدافع عنه. عليهم أن يعرفوا هذه الحقيقة. شكرا جزيلا لك عبد الكريم السعدي، رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إليك أستاذ إبراهيم، قد استمعت الحديث الأستاذ عبد الكريم السعدي ويتحدث بحرقة واضحة عما يحدث، وربما يعني نقطة لفتتني وهو يتحدث عن الإقليم، إذا لم يقيم علاقات طيبة مع اليمن وشعب اليمن يعني عليه أن يقيم هذه العلاقات الطيبة، لأن هذه القيادات زائلة والأجيال القادمة لن تغفر لأحد ما تم أو ما صنع بها من قبلهم. كيف تعلق على حديثه؟ عفوا لما سأل السؤال تأسيا. نعم، أود أن تعلق فقط على حديث الأستاذ عبد الكريم، وخاصة حينما تحدث أن على المجتمع الإقليمي أن يقيم علاقات طيبة مع اليمن وشعب اليمن، لأن القيادات الحالية الموجودة هي زائلة والأجيال القادمة لن تغفر لأحد ما يعمل بها من أحداث سيئة في البلاد. نعم، الأخ عبد الكريم كان يتحدث بلسان حال اليمنيين كلهم جنوبا وشمالا، وهذا هو صوت الشارع اليمني الذي يرفض الوصاية، يرفض الانقلابات، يرفض الحياة الميليشياوية، وأيضا يطالب الإخوة في التحالف إما أن يقوموا علاقات احترام متبادل ويعني منافع متبادلة، أو أن يرحلوا عن أرضنا ويكونوا أعداء كما هم وكما هو واضح اليوم. يعني الشعب اليمني مستقبلا لن يقبل بالانتداب عليه، ولن يقبل بتقسيم يعني أراضي لا شمالا ولا جنوبا، مهما اختزلوا القضايا الآن من خلال هذه المرتزقة الذين يتصدرون المشهد السياسي كما ظهر ذكر ضيف الكريم، في ليس فقط في المجلس الانتقالي الجنوبي وإنما أيضا في الحكومة الشرعية التي باتت يعني فيها كثير من القيادات المرتزقة التي تتبع إما للإمارات أو للسعودية. نحن بحاجة الآن إلى تيار وطني حر عابر للقبائل، عابر للطوائف، عابر للأحزاب، لكي يعني يكون هو الحامل للمشروع الوطني لكل اليمنيين، بحيث يستعيد كرامتهم ودولتهم وحدودهم وجزرهم وموانئهم من هذه الميليشيات ومن يدعمها من الخارج. اليوم السعودية والإمارات ليست حليفا وإنما عدوا حقيقيا، يعني يقسم اليمن، يمول الميليشيات، يدمر الحكومة الشرعية، يدمر البنية التحتية، يحاصرنا كيمنيين، ومن ثم يتحدث عن حل سلمي للقضية اليمنية. الدولة التي تساعد اليمنيين هي من تساعد الحكومة الشرعية على تثبيت سيادتها وحكومتها على أرض الواقع، وليس العكس. الحكومة الدول التي تريد أن تساعد اليمن هي بالخروج من جزرها وموانئها وتسليمها لقوات الحكومة الشرعية. الدول الحقيقية وإذا كانت جارة حقيقية هي من تساعد الحكومة اليمنية وقواتها لإخماد أي انقلاب داخلي. الجوار يعمل العكس اليوم، يمول الانتقالي وميليشياته ضد الحكومة الشرعية، وكما ذكر ضيف الكريم أيضا يطالب الحكومة الشرعية وقواتها المسلحة بالانسحاب من كل المناطق بما فيها عدن وأبين ولحج وكثير من مناطق الجنوب لصالح ميليشيات خارجة عن النظام والقانون، ليست منتخبة ولا لها أيضا حاضنة شعبية. المجلس الانتقالي الجنوبي رأيت البيانات التي صدرت ضده من داخل الجنوب نفسه، من حضرموت ومن أبين ومن شبوة ومن سقطرة ومن جميع مناطق اليمن. هذه فئة مرتزقة تعمل كأداة لانتداب خارجي
يريد السيطرة على اليمن وعلى جزره وعلى موانئه، ولا يريد أن يكون هناك نظاما حقيقيا في اليمن مزدهرا واقتصاديا، لأن ذلك يعتقدون به. وأنا هنا أقول الإمارات والسعودية بأن اليمن سيصبح مهددا لاقتصاداتهم والاستحواذهم على الإقليم، وهذا حقيقة، وهذا من حقنا كيمنيين أن نصبح دولة قوية عسكرية واقتصادية، وهذا هو تاريخنا وهذا مجدنا وهذا أيضا موقعنا الجغرافي. يجب علينا أن نكون كذلك، ليس فقط للسعودية والإمارات أن تتحرك كما تشاء، ونحن اليمنيين يجب أن يمولوا الميليشيات لكي نتناحر فيما بيننا البين. الآن اللعبة يجب أن تكون آخر اليوم بيد الشارع اليمني. الشارع اليمني شمالا وجنوبا لا يرضى بما يقوم به الحكومة الشرعية، يرفضها لا. تماما قبل قبل نصل للشارع اليمني ودور الشعب اليمني يرفض الميليشيات شمالا وجنوبا. نعم، يعني هناك علامة استفهام أستاذ إبراهيم، وهي يعني كيف يغامر الانتقالي بمثل هذا الموقف دون إسناد حقيقي لا خارجي ولا حتى محلي؟ على ماذا يستند حين يصدر مثل هذا البيان، أو على ماذا يعتمد؟ شوفي، المسألة اليمنية كلها بيد السعودية والإمارات، حتى المجتمع الدولي يدعهم يتحكمون بالمشهد اليمني لحد كبير، وهم ذهبوا إلى أولا إضعاف الحكومة الشرعية ومن ثم خلق الميليشيات هذه الذي تتحكم وتدار من قبل هذا التحالف. المجلس الانتقالي أنا في اعتقادي أنه حاول من خلال الإعلان هذا، هو البيان هذا له عدة أهداف، لن يغير أي شيء من على أرض الواقع، لكن له أهداف سياسية. أولها أنا في اعتقادي أنه هناك الشارع الجنوبي أصبح ضد هذا المجلس الذي أصبح واضحا أنه أداة من أدوات الإمارات والسعودية، ويعمل ضد مصالح حتى أبناء الجنوب. ما يحدث في عدن اليوم من الكارثة الإنسانية، كارثة تلو الأخرى، وآخر الكوارث هي كارثة السيول. الشعب والأبناء محافظة عدن أصبحوا يناوئون لهذا المجلس الذي يتحكم بالأمن ويتحكم بالقرار السياسي في داخل عدن، ولكنه في نفس الوقت لا يعمل لصالح الشعب هنا. هنا هذا نقطة ضغط واحد التي كان البيان يحاول تجاوزها، ومن ثم تحميل الحكومة الشرعية يعني ما حدث من سيول وأنهم لم يخرجوا لمساعدة الأبناء عدن جراء هذه الكارثة. النقطة الثانية، البات المجتمع الدولي والإقليمي والشعب اليمني يدرك أن اتفاق الرياض أصبح فاشلا، ولن تستطيع السعودية تنفيذ اتفاقيتها، هي من صنعتها ومن رويت لها على مستوى الإقليم والمجتمع الدولي، ومن ثم لن تستطيع حتى تنفيذ البند الأول منه، لا بندا لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا حتى عسكريا. وكان مفترض أن نتقدم خطوة إلى الأمام. الآن البيان هذا أعادنا أربع خطوات للخلف، ومن خلال هذه الخطوات ورفع الضغط عن السعودية، الآن لم نعد نتحدث على تنفيذ اتفاق الرياض، الآن نتحدث على حكم ذاتي للجنوب، الآن نتحدث على شيء لم يكن موجودا، وبمباركة سعودية وإماراتية لن يكون هناك أي يعني بيانا قويا من السعودية التي هي من تقود هذا التحالف في اليمن. لا، كان يفترض على السعودية في حال أن لا يعني يرفض المجلس الانتقالي الجنوبي أن ينفذ أي من تلك البنود، أن تعطي الحكومة الشرعية الضوء الأخضر وأن تساعدها بالدخول بقواتها ومن ثم السيطرة على المناطق التي يسيطر عليها هذا المجلس. أيضا تستطيع السعودية لو لم تكن جزء من هذه المؤامرة أن تمنع الإمارات وغيرها من تمويل هذه الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي، ومن ثم سيسقط هذا المجلس تلقائيا. لكن هم من يمولونه، لأن هناك مشروع متكامل للسعودية والإمارات في اليمن، وهو تقاسم النفوذ، المحافظة على سلطتهم هناك، بناء قواعد عسكرية تتبع لهم، عدم السماح لأي قيام دولة يمنية حقيقية داخل الأراضي اليمنية، لأن ذلك سيسبب لهم مشاكل مستقبلا. وهم يحاولون صراع يعني إنشاء الميليشيات لغرض الصراعة الداخلية، وتم يعني لكي يكون هناك الحرب إلى ما لا نهاية، ولكي نصبح دولة فاشلة ومتناحرة ومتقاسمة، وهم في آخر اليوم من يحصدون الثمار الذين يريدون حصدها. وهذا ما يجري يعني من خلال القواعد العسكرية التابعة لهم، من خلال مد الأنبوب في محافظة المهرة، من خلال القرارات السياسية، من خلال
يعني القواعد العسكرية التي يمتلكونها في كل الجزر اليمنية، ومن ثم يسمحون للحوثي التحرك في المناطق الشمالية والميليشيات الانفصالية في الجنوب. هذا البيان أيضا تعرفي كانت هناك بيانات سابقة لهذا المجلس الانتقالي، كانت تتحدث البيانات هذا على استعادة الجنوب واستعادة الدولة الجنوبية والجنوب العربي، رفضها الشارع اليمني، الشارع الجنوبي يرفضها، المجتمع الدولي يرفضها. الآن أجولنا بغلاف جديد أن يسموها حكم ذاتي للمناطق الجنوبية. الجنوب كله يرفض هذه الفئة، يرفض هذه الفئة التي تأتي من مناطق محصورة داخل حتى الجنوب نفسه. حضرموت يرفض المجلس الانتقالي، شبوة ترفض المجلس الانتقالي، أيضا أبين وكثير من مناطق الجنوب وأبناء الجنوب، حتى أبناء عدن أنفسهم يرفضون هذا المجلس، لولا استخدام السلاح ضدهم لرفضونه من اليوم الأول. نحن أمام مشهد يجب أن يكون إما أن تكون الحكومة حاضرة بقوة بالملف العسكري والسياسي وتنطلق نحو العالم لجلب الدعم، أو أنها تسلم للشعب اليمني ويجب تم على الشعب اليمني أن يقرر مصيره. غير يعني ذلك سنستمر في نفس الحرب، نفس الشرعية، يعني نعلم أنها لليمن. تفضلي. نعم، الشرعية نعلم أنها لا تقدم على أي تغيير ولا على أي خطوة ما لم يكن هناك موقف حقيقي للرياض، والرياض يتضح أن يعني موقفها يعني يتماشى ربما مع النزق الانتقالي أكثر ربما حتى مع الشرعية أو مع مصالحها مع اليمنيين وشرعيتهم. يعني أمام ذلك ما الذي يمكن أن تقدمه الشرعية أو تقوم به؟ الشرعية لم تستطيع، أنا في اعتقادي أنه على مر الخمس سنوات الماضية يعني عولنا عليها كثيرا، عول عليها الشعب اليمني كثيرا، ولم تستطع القيام بأي شيء، كون كما ذكرت مرارا وتكرارا أن هذه الشرعية أصبحت مدجدجة بالمرتزقة والعملاء للإمارات والسعودية. الشيء الوحيد هو أن يكون هناك مقاومة في الداخل، نحن نرى ذلك في الجوف، نرى ذلك في البيضاء، نرى ذلك في تعز، نرى ذلك في المناطق الأخرى. يجب على الشعب اليمني والقيادة السياسية الوطنية الشريفة في الداخل والخارج وهم كثر يعني أن يفكروا بإنشاء تيار وطني جامع لكل اليمنيين وينطلقوا من خلاله، من ثم سيركع لهم الداخل والخارج. أنا أتحدث هنا الداخل الميليشياوي والخارج الانتداب الذي يأتي من خلال السعودية والإمارة. غير ذلك سنظل ندوم في نفس الدوامة، هناك وطنيين داخل اليمن، شرفاء داخل الجيش وغيره، يجب أن يتمردوا حتى على القرارات التي تأتي من السعودية، القرارات التي تمنع القوات المسلحة من التقدم نحو صنعاء، القرارات التي تمنع قوى الجيش من التقدم نحو البيضاء وتعز وكثير من مناطق اليمن. يجب أن يكون هناك تيارا وطنيا عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وأن ينشأ هذا التيار لغرض استعادة اليمن وتحريره من الميليشيات الداخلية والانتداب الخارجي. غير ذلك سنظل مقسمين، سيظل الداخل والخارج يقضي تلك الميليشيات التي الآن أصبحت واضحة وأصبحت تسيطر على المشهد السياسي. نعم. في الجنوب وفي الشمال نحن لم نعد نتحدث على استعادة الجمهورية، ولم نعد نتحدث حتى على عدو رئيس إلى داخل البلاد والحكومة الشرعية والبرلمان. نعم، اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة من القاهرة. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أختي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. بيانات كثيرة نددت بما سمي بالإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية التي أعلنها الانتقالي، ربما تكشف من زاوية قريبة دور المعطل الذي يمارسه الانتقالي لإعاقة تنفيذ اتفاق الرياض. برأيك هل هذه البيانات قادرة على تحديد ملامح المرحلة القادمة؟ ما لا أعتقد أن هذه البيانات قادرة على تحديد ملامح المرحلة القادمة، لكن كل جماعة سياسية تحاول أن تنفذ بجلدها من تبعات المشهد فقط لا غير، والجميع يذرون الرماد على العيون. هذه الجماعات السياسية والجماعات المتمركزة على الأرض منذ 6 سنوات هي من أوجدت هذا المشهد. لا يمكن أن يتم الحل بنفس الأدوات المريضة التي أوجدت المشهد المتشظي نفسه. على الشرعية أن تعيد ترتيب أوراقها، أن تعرف ما معنى وحدة الكيان السياسي،
وحدك الكيان السياسي ليست مجرد بيانات أو تصريحات، وحدك الكيان السياسي معناها أن هناك عملا، هنالك ثوابت وطنية ملزمة عليه الجميع، والجميع يجب أن يخضع لها، وهي خطوط حمراء لا يمكن أن يقترب منها. أي خلاف يمكن أن نناقش، لكن أن تتحرك آلية عسكرية على الأرض وأن يتواجد صيام، هذه المرة يسقط 50 قتيل، المرة القادمة يسقط 100، معناها أننا نحفر البلد بحرب أهلية كل الأطراف. فبالتالي التحالف ملزوم على السلطة أولا، ملزومة قبل التحالف أن تعيد ترتيب أوراقها وأن تخرج من هذا الهراء. ست سنوات حين نحسبها السنة 365 يوما، هذه الفترة هي إجمالا تقابل فترة الحرب العالمية الثانية، فترة الحرب الكونية الثانية. هذه مسألة ليست ببسيطة أو ليست بالبساطة لكي نتحدث عنها، وبالتالي علينا أن نبدأ بمسألة تحديد الأولويات الحقيقية لكل مرحلة على حدة. هذه البيانات ليست سوى ذريا للرماد على العيون، يجب أن يكون هناك موقف. ملينا هذه المواقف، إذا ننتظر العام القادم أن يجري تمردا آخر في مثلا في المخا، في المقلا، في مارب، في شبوة، في سقطرى، وبالتالي نصبح نكيل بيانات. لدينا اليمنيين حملة تضخم بالبيانات، يمكن في مدار نصف قرن نحن اليمنيين أصبحنا نمتلك لستة لا تنتهي من البيانات تقدر وزنها بالأطنان. يعني ألا يعني بصورة أخرى أستاذ أنا مجرد هذه البيانات مخدر زمني كما حدث عقب قصف طيران الإمارات للجيش الوطني ثم تلاشت المواقف بعد ذلك؟ هذه البيانات ليست مخدر زمني فقط، لكنها مخدرات إدمان. الهدف إيجاد إدمان للشعب اليمني. أصبح المواطن اليمني لا يثق بأحد، لا يثق بالأحزاب، لا يثق بالقوى المسلحة الموجودة في الداخل التي ليست القوى المسلحة. فقدت ثقة في الجيش، فقدت ثقة في كل ما يمكن أن نسميه جزء من المشروع الجمعي، المؤسساتية الجمعية. المواطن اليمني يفقد الثقة، يفقد الثقة فيها وليس يفقد، يفقد الثقة بفعل أن هذه القيادات التي تدير هذا المشهد أوصلتنا إلى حالة من العدمية، أوصلتنا وكأننا لا حولة لنا ولا قوة، ولذلك نتشبث بالإقليم ليصنع لنا حلولا. أصبحنا اليوم نرتدي حلولنا من أبو ظبي والرياض، ولا نرتدي حلولنا من الواقع وفق مقتضيات ما نحتاجه نحن. إذن سوف يطول انتظارنا كثيرا إلى أن ترحمنا أو تشملنا مكرومة الرياض وأبو ظبي بحل لمشكلاتنا. نعم، هل يمكن أن تستفيد الحكومة الشرعية من هذه البيانات يعني وتصنع موقف ربما مختلف هذه المرة؟ هناك يعني إجماع دولي وإقليمي على رفض ما يقوم به الانتقالي. إن كانت الحكومة وصلت إلى مرحلة يعني أبو جعفر المنصور في قوله إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد، لكن يبدو أننا أبناء التردد أو الأبناء الشرعيين للتردد داخل السلطات الشرعية لا نبرؤ على الحركة. الرئاسة دائما مبرمتها، أنا لسان على الرئيس نقول أنا رئيس انتقالي، أي هو رئيس انتقالي، أولا عليه أن يقوم بمهام الرئيس ثم يحدد أنه انتقالي، لكن لا يقوم بمهام الانتقال ولا بمهام الرئيس فتلك كارثة. ولا تقوم الحكومة بمهام الحكومة وتتحول إلى مجرد متبرعا في إدارة وقفة، متبرعين لإدارة منظمة وقفية في الوقت الإسلامي، ويتحول الجميع بدون مسؤولية. إذن من المسؤول عن وضع هذا البلد وما حدود مسؤوليته ومتى تتجلى هذه المسؤولية في ظل هذا البلد؟ ست سنوات يشكر هذا الشعب الذي تحملها ست سنوات، كم هو شعب عظيم. إذن شكرا جزيلا لك عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وسؤال أخير لك أستاذ إبراهيم أتمنى أن تجيب عليه في دقيقة، ما هي خيارات الشرعية أو ما هي الخطوة القادمة التي يمكن أن تقدم عليها الشرعية؟ هو سؤال صعب جدا. يعني الشرعية كما ذكرت تعولنا عليها كثيرا ولن تستطيع القيام بأي شيء في كل الممرات الخطيرة والمنعطفات التي كان يجب أن تحدد موقفها من العلاقات مع المملكة السعودية والإمارات
وايضا بما يجب عليها ان تقوم تجاه شعبها. الحكومه الشرعيه اما ان تعود الى الداخل من تلقاء نفسها وان تبدا بفتح يعني خطوط مع العالم وان تركن على جيشها وعلى شعبها، غير ذلك ستصبح يعني من الماضي وجزء من التآمر على الشعب اليمني، وهذا للاسف الشديد ما يحدث اليوم. يحن الحكومه الشرعيه ملزمه امام الشعب قياده وشعبا، يعني ان تعود الى الداخل وان تمارس مهامها من داخل كما يمارس مهامه محافظ شبوه وغيرهم من الوطنيين، ان تكون لها كلمه قويه، وان يجب ان تدرك انها ترأس شعب عظيم وان لا تكون جزء ضد جزء من المؤامره ضد شعبها. بعد ذلك انا في اعتقادي انه يجب طي ملف هذه الحكومه الشرعيه الى ما لا نهايه، الى نهايه، ومن ثم نعود الى حركه تحرريه داخل البلاد لانهاء الانقلابات وانهاء الانتداب ضد الشعب اليمني. ومن ثم انا اعتقد اليمنيين الذين طردوا الروم والبريطانيين وغيرهم من المستعمرين، وايضا انهوا كل الحقبات الداخليه من المؤسس يعني مثلا نظام صالح وغيره من الانظمه الفاسده، باستطاعته ان يدحر كل تلك المؤامرات وان يبني دوله يمنيه لكل اليمنيين. ولذلك نحن نعول فقط على الشارع اليمني وليس على لا الشرعيه ولا غيرها الذين اصبحوا جزء من المؤامره. نعم، شكرا جزيلا لك ابراهيم القعطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. الشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، الى ان التقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعايه الله وامنه.